فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المداومة على حلق اللحية يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب؟ نعم، إذا كان يعلم أنه محرم وأن الرسول نهى عنه وداوم عليه صار كبيرة، لأن المداومة على الصغيرة يصيرها كبيرة. وكذلك المجاهرة، المجاهرة بالمعصية أشد من فعل المعصية خفية، فحلق اللحية فيه مجاهرة وفيه مداومة، فلا يبعد أن يصل إلى حد الكبيرة لمن كان يعلم الحكم الشرعي. أما اللي ما يعلم الحكم الشرعي إنما هو مقلد، فهذا لا شك إنه ما يعتبر فاعل كبيرة، يعتبر فاعل معصية حتى يبين له. نعم.